مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا من فيينا ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بكم أستاذ ضياء. بداية، حقوق الإنسان في محافظة البصرة قالت إن نسبة التلوث الكيميائي في مياه شط العرب بلغت 100%، أين الحكومة من هذه الكارثة البيئية؟ بالبداية تحياتي للجميع. ما يحدث بالبصرة وما تعمل الحكومة العراقية بالبصرة إلى حد هذه اللحظة تعمل العقود وتعطي المواعيد، ولكن لا تنفذ أي خطوة إلى الأمام لإنقاذ الناس من تلوث المياه في البصرة. ما يجري بالوقت الحاضر وما كتبته المنظمة حقوق الإنسان في البصرة أنه هذه العمليات التي توعد بها الحكومة، وهناك تقارير مثبتة كمية التلوث والتلوث الكيميائي والتلوث الجرثومي الموجود في المياه، والحكومة العراقية لا تعمل أي شيء لإنقاذ الناس من هذا التلوث. حقيقة الحكومة العراقية تعطي العقود إلى شركات، وهذه الشركات غير مؤهلة للبدء بالمشروع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالوقت الحاضر، وفي هذا في فصل الصيف. يعني حقيقة أنا ما قاعد أعرف هذه الحكومة ماذا تعمل، ماذا تعمل؟ فقط تعمل لتسرق؟ يعني طيب، هي هذا التلوث سيد ضياء، هذا التلوث لم يكن وليد اللحظة، بل هو عبارة عن تراكمات متتالية من المخلفات الكيميائية وغيرها. إلى أي مدى لعبة الفساد أو فساد الأحزاب السياسية لديها دور فيما وصلت إليه الأمور حاليا؟ منظمة هيومان رايتس ووتش أكدت أن الحكومة لم تعطي سكان البصرة كفايتهم من مياه الشرب الصالحة منذ سنوات، لك أن تتخيل. حقيقة الذي يحدث في البصرة، صرفت الدولة صرفت مليارات من الدولارات لتحسين الوضعية المياه الموجودة والبيئة في البصرة، ولحد هذه اللحظة من هذه المليارات فقط يسمعون الشعب العراقي وأهالينا في البصرة، فقط يسمعون الأرقام، يسمعون بالدولارات، فكيف صرفت الدولارات وأين صرفت الدولارات وماذا تعمل الحكومة؟ يعني حقيقة أنه كل المنظمات الحقوقية والإنسانية والاجتماعية تدين الحكومة بما تعمل به من 2003 ولحد هذه اللحظة. نحن نعلم أنه في البصرة نسبة السرطان عالية جدا فيها لسبب التلوث الذي ضربه باليورانيوم المخصب الذي ضربه قوات الاحتلال في بداية الحرب 2003 وبداية الاحتلال. هذه العملية لحد هذه اللحظة على أساس تبدأ مشاريع لإنقاذ ما ممكن إنقاذه من النفايا التلوث البيئي وصرفت ملايين من المليارات بل مليارات من الدولارات، ولحد هذه اللحظة الأهالينا في البصرة يعانون من الشرب المياه. هذه حل مشكلة المياه ليست صعبة، فيها دول جوارة دول الخليج لا يملكون قطرة مياه، ولكن الناس عندهم مياه صالحة للشرب. في العراق لا توجد هذه الإمكانية. هل معقول هذا العراق مطولة بعرضة لا يوجد الإمكانية لإنقاذ البصرة أهالي البصرة من شرب المياه؟ سيد ضياء، وزير الموارد المائية السابق كان قد تحدث أثناء استجوابه في البرلمان أن المياه في العراق هي مياه نقية، لكن الناقلات أنابيب النقل وغيرها هي التي تسبب هذا التلوث نظرا لقدمها وعدم صيانتها. إن افترضنا أن هذا كلاما صحيحا رغم كل التقارير التي تتحدث عن نسبة التلوث في المياه، لكن إن افترضنا أن هذا كلاما صحيحا، أين المعالجة الحكومية لهذه الأنابيب وخطوط النقل؟ حقيقة هذا الكلام غير صحيح. المياه في العراق، مياه النهر في العراق دجلة والفرات غير صالحة للشرب. هذه أثبتته، وأنا خير من يعلم بهذا الموضوع، لأنه أتت لجنة بال98 إلى العراق وأخذت عينات من المياه العراق الموجودة في النهرين وقالت هذا المياه ليست صالح إلى الشرب. هذا كلام قاعد ما أدري هذا حلمان وإنما قاعد الوزير
البيئة، هذا حلمان وقاعد يتكلم بالمنطق. المنطق هو قبل الاحتلال كانت المياه ملوثة في العراق، قبل الاحتلال أخي غير صالحة للشرب، ولحد هذه اللحظة زادت 100% لأن نسبة الأملاح ونسبة الترسبات ونسبة التلوث البيئي والكوارث المياه الثقيلة الموجودة، لا يمكن بالعراق موجودة المياه الثقيلة الماء المجاري وغيرها، لا 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 توجد مؤسسات لإنقاذ الشعب العراقي من المياه الثقيلة، ال- 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 الأوصاخ والقاذورات موجودة في الشوارع. هذا أنا ما أعرف منين يتكلم هذا المياه صالحة للشرب، بأي صالحة للشرب؟ طيب ماذا عن القطاع الصحي؟ كيف يتعامل برأيك أو يمكن أن تتعامل السلطة مع هذه الكارثة القطاع الصحي، خاصة أن القطاع الصحي هو بنفسه أيضا عليه ملاحظات كثيرة أنه قطاع شبه منهار إذا صح الوصف؟ القطاع الصحي لا يمكن، لا يمكن حل القطاع الصحي بهذه الكادر الموجود في الوقت الحاضر بالعراق. الكادر الصحي الموجود في العراق هو كادر سيء وكادر مرتشي وكادر يسرق أموال الشعب العراقي. إذا هنالك نزاهة عند الحكومة العراقية بإنقاذ بالوقت الحاضر اللي ممكن إنقاذه من أهالي البصرة، هذه هي عملية بسيطة وممكن توفيرها للشعب العراقي. هل هي الحكومة، سؤال، هل هي الحكومة جادة بهذا الموضوع؟ هذا السؤال الذي يطرح للحكومة. في هذا الإطار، ألا ترى أن هناك مخططا خارجيا ينسق مع ما يريد للعراقي وأهله أن يكونوا يعني بوضع صحي بهذا السوء؟ هناك تلوث نفقت ملايين الأسماك، قبلها مئات آلاف الدواجن، القاسم المشترك فيها أن العراق كان سيصل للاكتفاء الذاتي بهذه النقاط تحديدا. ألا تتفق معي أن هذا ليس بالصدفة؟ هناك أيضا منتجات كثيرة طبعا، ليس فقط الماء السمك والدجاج. بالتأكيد هذه ليست صدفة، وإنما العملية هي عملية مبرمجة، وهذه العملية المبرمجة أنه لا يجب على العراقيين أن يتلفوا الثروة الوطنية، تهدر الثروة الوطنية، تسمم الثروة الوطنية، تنهب من الشعب العراقي، حتى الأدوية تنهب وتباع في إيران. هذه حقيقة، أنه هذا البرنامج الذي يعملون به بالوقت الحاضر لتدمير العراق بأكمله، لتدمير العراق من الكوادر، لتدمير العراق من موارده، لتدمير العراق من اللحمة الاجتماعية الموجودة بالوقت الحاضر في العراق. هذه العملية مبرمج لها، ليست البيئة، وإنما إذا نجي على كل الحالات التي تمر بالعراق، وحتى الحدود العراقية هي غير آمنة، موجودة المخدرات وموجودة كل شيء يدخل للعراق، وحينما تمسك بعض الرجال الشرفاء من العراقيين يمسكون التجارة، تجار المخدرات، إنما يعتقل الضابط أو المسؤول عن الحدود يعتقل بالوقت الحاضر ويفرج المجرم لأنه يحمل الجنسية الإيرانية. هذه حقيقة يا أخي، هذا قاعد نقرأها. وضحت الفكرة. سيد ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا لك.